مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وبحلقة جديدة يتجدد معاكم اللقاء في برنامج Muscles Rebuilding. اليوم كابتن أحمد النقي عند العديد من التمارين الجميلة اللي تخص عضلة معينة في جسم الإنسان. شلون راح تكون التمارين وإن شاء الله نستفيد منها أكثر وأكثر، كل هذا راح تتعرفون عليه من سياق حلقة اليوم مع الكابتن أحمد النقي. خلكم ويانا. يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين، اليوم تمريننا تمرين ظهر، تمرين جدا أساسي المفروض يكون بأي جدول تمرين ظهر. تمرين اسمه دامبل سحب سنجل، أو بالعامية نسميه دامبل منشار. هذا التمرين وايد مهم، ليش؟ لأنه يركز على اللور لات، تمرين تقدر تشيل فيه أوزان وتركز فيه. ليش تقدر تركز فيه؟ لأنه تلعب، لأنه قاعد تلعبه سنجل. لما تلعب سنجل انت قاعد تروح توصل ايدك لاخر شيء، راح تشغل الظهر كله، غير لما تلعب الظهر بايدتين، غير لما تلعب التمرين سنجل. تقدر تلعبه بالدامبل وتقدر تلعبه بالجهاز. انا راح اوريكم اليوم شلون تلعبه بطريقه صحيحه بالدامبل وطريقه صحيحه بالجهاز، وراح اتكلم الاخطاء عن الاخطاء اللي اشوفها دائما الناس تسويها بالتمرين هذا. الحين راح اوريكم شلون نلعب الدامبل منشار. اول شيء لازم تضبط التكنيك عدل عشان تحس بالعضله صح. طريقه صحيحه للتمرين، اول شيء تمسك الدامبل، مثلا تمسكته بالايد اليمين، الريل اليمين ورا والريل اليسار تكون قدام، حلو، وتحط ايدك اي مكان على الراكب الدامبلز او نفس ما انا حاط هنا. طريقة التمرين بالنزلة، ما تنزل سيدة، تنزل ليه قدام عشان يصير ستريتش على العضلة بالردة، وبالسحبة تلف ظهرك وياها بالطريقة هذه. في ناس دائما اشوفهم يلعبون التمرين ينزل دامبل هنا، هو غلط، بس المفروض الصح انك تنزل الدامبل ليه قدام عشان تسوي ستريتش بالطريقة هذه. يعني الدامبل راح يصير كذي، يصعد مو سيده، شويه ماخذ زاويه. الطريقه هذه لما امسك الدامبل بالايد اليسار، احط ايد الريل اليمين قدام وامسك ايد اليمين، ونفس الطريقه. طبعا لازم التمرين يكون فل رينج اوف موشن، يعني تنزل لاخر شيء وتصعد لاخر شيء. اذا تبي تلعبه جهاز نفس الطريقه، خل اوريكم الطريقه بالجهاز. فتلعبه يا جهاز يا دامبل، في ناس تفضل جهاز، في ناس تفضل دامبل. إذا ما عندكم نفس الجهاز هذا، لعبة دامبل نفس الطريقة، ريلك اللي بتسحب فيها ورا والريل هذا قدام نفس الطريقة. شوف حتى الموشن هو ما قاعد يجيبها لتحت، قاعد يجيبها لقدام نفس الطريقة. بعض الأخطاء اللي أشوف الناس تسويها بالتمرين هذا، خاصة بالدامبل، إنه لما يسحب بالباي، ما يسحب بكوع على ورا. يعني شلون؟ يعني يسحب كذي، هذه غلط. لازم تسحب بكوعك،
كوعك يرجع لورا، ما تسحب كذي، تسحب بالكوع. هذا شيء وايد مهم عشان تشغل العضلة الأساسية اللي هي اللور لات. إذا بس لعبت كذي ما راح تحرك، راح تحرك الباي ما راح تحرك الظهر. أهم شيء إنك تلعب التمرين صح عشان تحس بالعضلة اللي تبي تتمرنها اللي هي الظهر. طبعاً الجولات للتمرين هذا للمبتدئين تلعب 3 جولات، 15 عد أول جولة، 12 عدة ثاني جولة، 10 عدات ثالث جولة. للمتقدمين اللي صار له فترة يمارس التمرين يقدر يلعب 4 جولات، 5 جولات، وتقدر تروح بالعدات من 20 ل6 عدات. تقدر تشيل فيها أوزان خاصة بالدامبل أو حتى بالجهاز، تقدر تحمل فيها أوزان وهم تقدر تركز فيها. يعني هذا التمرين الحلو فيه إنه تقدر تشيل فيه أوزان وتركز، لأن سينجل قاعد تسحب إيد واحدة فتركز بالعضلة أكثر. في وايد ناس أشوفهم يلعبون التمرين هذا غلط، أو هو مو غلط بس إنه قاعد يحرك عضلة ثانية مو نفس العضلة اللي إحنا نبي نتمرنها اللي هي اللور لاتس. يلعب التمرين بدال لا يمسك الدامبل كذي يمسكها كذي مثل هذه الطريقة. هو مو غلط بس أنت قاعد تشغل عضلات ثانية. يعني إحنا تمريننا كذي، هذا التمرين في ناس تلعبة كذي، هذا التمرين يحرك الأكتاف الخلفي والمثلثات والرمبوي، ما يشغل اللور لاتس. فهذا التمرين غير عن هذا. فإذا أنت تبي تلعب ظهر تلعبه إيدك كذي نفس ما وريتكم، وترد الدامبل. طبعاً لما تسحب الدامبل تسحبه ليه خصرك، تسحب الدامبل. في ناس يسحبونه ليه صدرهم، ليه هذا غلط. لازم تسحب الدامبل ليه خصرك عشان تحس بالعضلة عدل. فهذه الطريقتين لازم تلعبونه كذي. الطريقة هذه تحرك عضلات ثانية. هذا التمرين أفضل إنك تلعبه من أوائل التمارين بالظهر. يعني إذا مو أول تمرين لعبة ثاني تمرين، لأنه يكون فيك باور توك داش التمرين، تقدر تشيل أوزان. ونصيحتي للمبتدئين أول شيء لا تشيل أوزان، اضبط التكنيك. لما تحس بالعضلة عدل عاد هني تقدر تزيد أوزانك، تقدر تشيل دبل الأوزان، تقدر تروح تفتح بالأوزان. بس أول شيء اضبط التكنيك 100%، لأن هذا التمرين أكثر شيء تكنيك عشان تحس بالعضلة. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة ونشوفكم حلقات ثانية. يعطيكم العافية. بشذي أعزائي المشاهدين كون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم. إن شاء الله تكونون استفدتوا من التمارين اللي شفناها مع الكابتن أحمد النقي. نلتقي وياكم باكر إن شاء الله بنفس الموعد. في أمان الله.